أشاد عدد من أصحاب السعادة الوزراء لدى حضورهم حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس بما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم من ثناء على جهود الفريق الحكومي. وأكد أصحاب السعادة الوزراء على مواصلة التعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق الازدهار والتطور بما يصب في رقي الوطن والمواطنين. إن رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدوري الانعقاد يعكس الرؤية الاستشرافية والتي تعكس الرؤى الثاقبة في الارتقاء في الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، وهي ما شهدناه ولمسناه من تطور في القطاع الصحي بسبب الشراكة والتعاون والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، تفضل. كلمة سامية الحقيقة، احنا نعتبرها في جميع سلطات الدولة سواء كان السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية نبراس العمل للفترة المقبلة، واللي في الحقيقة أشار فيها للعديد من المضامين المهمة وعلى رأسها تأصيل الهوية البحرينية والعمل على تأصيلها كحصن منيع لأمن الوطن بمفهومها الشامل، وكذلك توجيهاتها السامية بإطلاق رؤية البحرين 2050 بعد نجاح الرؤية الاقتصادية 2030، بالإضافة إلى ذلك تفضل سيدي صاحب الجلالة بتوجيه الشكر إلى كافة قطاعات الدولة من القطاع العسكري والقطاع المدني والقطاعات المجتمعية الأخرى من القطاع الرياضي اللي حقق في السنة هذه إنجازات مهمة. دون شك بداية خير لمرحلة جديدة من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وطبعا تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. فإن الجهات الحكومية ومنها وزارة التربية والتعليم تسعى لتحقيق أقصى درجات التعاون مع مجلس النواب ومع السلطة التشريعية بشكل عام، وهناك مجموعة من المشاريع والبرامج التي من المؤمل أن يتم مناقشتها في الفترة القادمة وتخدم مختلف القطاعات الخدمية وغيرها.